انا عاوز اقول لك المنافسه ولعت في الفئه المتوسطه. بعد ما جربت موبايلات اونر الجديده الاونر 200 العادي وال200 برو، الموبايلات دي عجبتني جدا، موبايلات مميزه فعلا وعيوبها قليله قوي. طيب انتوا طلبتوا مني بقى مقارنه كامله بين الاونر 200 العادي والسامسونج جالاكسي اي 55، وانا شايف المقارنه دي منطقيه جدا لان الاي 55 موبايل مميز في الفئه المتوسطه. بالنسبه لي ده المرجع اللي لما بجرب اي موبايل متوسط جديد بقارنه بيه، فاكيد طبعا كان لازم اقارنه بالاونر 200. خلينا نشوف مين اجمد في كل حاجه، كاميرا، اداء، شاشه، بطاريه، صوت، شبكات، سعر، هنتكلم في كل التفاصيل. وانا بشكل شخصي بحب المقارنات لانها بتخليني اشوف مين الاجمد بدون تحيز، بدون تعصب، وبدون نظريه المؤامره. اكتب لي كومنت حالا وقول لي نوع موبايلك المفضل، السامسونج اي 55 ولا الاونر 200، واكيد ما تنساش لايك الجميل. دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المقارنه. نبدأ بالكاميرات لأن هي مهمة جدا في موبايلات الفئة المتوسطة العليا. أنا عاوز أقول لك إن الموبايلين فيهم كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل بمثبت بصري، الاتنين فيهم عدسة ألترا وايد 12 ميجا بكسل، الأونر مميز في وجود عدسة تليفوتو 50 ميجا بكسل بتصور بورتريه 2.5X أوبتيكال وبتعمل زوم ديجيتال لحد 50X، والعدسة دي مش موجودة في سامسونج، لكن سامسونج فيها عدسة مخصصة للماكرو 5 ميجا بكسل، إنما الأونر بيصور ماكرو من خلال العدسة الألترا وايد، والسيلفي 32 ميجا بكسل في سامسونج و 50 ميجا بكسل في اونر. خلينا نركن ارقام الكاميرات على جنب شويه ونشوف قدرات سوفت وير الكاميرات، لان قدرات سوفت وير كاميرا الاونر 200 متطوره جدا. عندك في التصوير العادي اكتر من ستايل تلوين، ناتشرال للالوان الطبيعيه وفايبرنت للالوان المعززه، واوثنتك اللي بيعزز الالوان اكتر وبيزود الكونتراست في صور وبيخلي اللوك جامد جدا. وكمان البورتريه متطور في الاونر 200، عندك بورتريه 1x و2x من خلال العدسه الرئيسيه، 2.5x من خلال العدسه التليفوتو، وكمان عندك ستايلات تلوين من استوديو هاركورت، الفايبرنت والكلر العادي والكلاسيك. دي كلها حاجات هتخلي اللي بيصور بالاونر 200 العادي يطلع صور جامده من غير ما يتعب ومن غير ما يكون محترف في التصوير والتلوين، لان الموضوع سهل وبسيط. انما السامسونج اي 55 سوفت وير الكاميرا فاضي، ما فيهوش افتكاسات كتير، وتصوير البورتريه 1x بس للاسف. المهم خلينا بقى نشوف الصور على طول. دي اول صوره بوضع التصوير الناتشرال في اونر اللي بيطلع الالوان طبيعيه، ودي تاني صوره اللي الفايبرنت اللي بيعزز الالوان، ودي تالت صوره باجمد تلوين فيهم هو الاوثنتيك. اللي بيلعب في الالوان شويه ولكن بيخلي الصور منوره زاهيه، الالوان عاوزه تنط منها كده، عينك تحب تشوفها. ستايل جامد قوي كنت بستخدمه في معظم الوقت وانا بصور وبقارن مع الاي 55 وعجبني جدا. اما التفاصيل والدايناميك رينج فممتازه في الموبايلين على 1x. ولو مش حابب الستايل ده فدي ميزه في الموبايل انك تقدر تخليه على الالوان الهاديه او المشبعه، هيطلع الوان زي السامسونج ويمكن احسن عادي جدا. نروح بقى لتصوير البورتريه. دي صوره في سامسونج 1x وفي اونر 1x، وده اول موبايل متوسط تقريبا اجربه يسد في تصوير البورتريه ال 1x مع سامسونج. بس مش دي القصه، البورتريه ال 2x وال 2.5x جامدين جدا في اونر وهيخلوك تاخد لوك صور مش هتعرف تاخده بسامسونج. سامسونج توب ومميز جدا في الكاميرا الخلفيه في الفئه المتوسطه، ولكن النتائج زي ما انت شايف. الاونر سادت في البورتريه ال 1x جدا ومتفوق طبعا في ال 2 وال 2.5x، ده غير ستايلات تلوين هاركورت اللي هتخليك بسهوله تاخد صور بورتريه جامده بالوان وستايلات مختلفه. قدرات الزوم، دي صوره كده 10x في الموبايلين، طبعا اونر متفوق بفضل العدسه التليفوتو، ولما تزوم اكتر لحد 50x في اونر هتقدر تاخد صوره ابعد، بس التفاصيل لا يعتمد عليها. الاونر ممتاز في الصور لحد 10x وهتاخد صور مقبوله جدا، واحسن اكيد من ال 10x في سامسونج اللي بتعمل ديجيتال من خلال العدسه الرئيسيه. والكلام ده حتى بالليل، لقيت الاونر بيطلع صور 10x زوم مقبوله وفيها تفاصيل عينك تشوفها. اما العدسه الالترا وايد فما زالت اوسع في سامسونج بالنسبه لنتائج الصور، فاول صوره بس سامسونج اللي كسب، بقيه الصور الاي اي في الاونر بيتدخل في الصور وبيحاول يظبط الاضاءه والالوان علشان يكون شكل الصور افضل. وحتى يعني التصوير الالترا وايد بالليل اتفاجئت ان الاونر بيلون صور التصوير الالترا وايد كويس جدا. نروح بقى للتصوير الليلي العادي على 1x. الموبايلين ممتازين بصراحه، ولكن برضو صور اونر افضل بفضل المعالجه الافضل. الكلام ده واضح في كل الصور وانا مستغرب زي زيك ومش عارف ده حصل ازاي.
يمكن تصوير الاشخاص بالليل عادي مش بورتريه، بيرفع الاكسبوجر شويه علشان ينور الشخص وده بيأثر على بقيه عناصر الصوره. يمكن سامسونج بس متوازن في الحته دي، بيقدر يظبط الاكسبوجر او درجه اضاءه الصوره ما بين الخلفيه وبين الشخص اللي بيتصور، وده باين اكتر في التصوير البورتريه بالليل. هتحس ان الاونر منور الصور بزياده حبتين علشان يطلع لك صور عينك تحب تشوفها، ما تحسش ان هي مضلمه. والكلام ده على كل اوضاع التصوير البورتريه ال1 وال2 2.5 اكس، واللي بالمناسبه النايت مود بيشتغل فيهم علشان يلقط لك تفاصيل اكتر. اما السيلفي فهي اذواق، سيلفي سامسونج بيحمر الالوان شويه، سيلفي اونر بارد او يعني بيخلي الصور هاديه شويه كولد. البورتريه الاثنين نفس الزاويه، ولكن التصوير العادي عندك زاويه اوسع 0.8 اكس في سيلفي اونر. مساله السيلفي اذواق ما اقدرش اجبرك تحب انهي سكين تون، ممكن تكتب لي كومنت وتقول لي عاجبك انهي معالجه اكتر في السيلفي سامسونج ولا اونر. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. خلينا نجرب تصوير الفيديوهات بالاونر 200 والسامسونج A55. الموبايلين دلوقتي على 4K 30 فريم في الثانيه، اعلى جوده موجوده في الاثنين. خلينا نشوف بقى مين الموبايل اللي قادر يثبت الفيديو بشكل افضل، مين الموبايل اللي معالج الخلفيه اللاسعه ورا بشكل احسن. كده كده انا مشغل الاي اي فيديو في الاونر 200، انما سامسونج ما فيهوش الكلام ده. خلينا برده نشوف التفاصيل والالوان والثبات، ونشوف برده جوده طلعت الصوت. احب اكد عليك ان انا شايف شاشه الموبايلين كويس جدا دلوقتي، يعني الاونر 200 ما يقلش اي حاجه عن الاي 55. لو هنصور فيديو زوم مثلا 3x في السامسونج وفي الاونر، هلاقي الاونر متفوق في التفاصيل طبعا بفضل العدسه التليفوتو الموجوده فيه ومش موجود في السامسونج. السامسونج بيزوم ديجيتال من خلال العدسه الرئيسيه، انما الاونر فيه عدسه بيريسكوب بتقدر ان انت تستخدمها في تصوير الفيديو البعيد شويه. دلوقتي ده اختبار صعب لكاميرات السامسونج A55 والاونر 200، لان احنا في اضاءه قليله، اضاءه صفراء، العربيات منوره جايه في وشنا. فخلينا نشوف مين الموبايل الافضل فيهم في تصوير الفيديو الليلي على 4K 30 فريم في الثانيه برضو. هل الاونر هيتفوق على سامسونج ولا سامسونج ليها راي اخر؟ بس كده اليافطه دي عامله ازاي على سامسونج وعامله ايه على اونر؟ عموما خلينا نشوف النتيجه النهائيه مين فيهم افضل في التصوير الليلي. بالنسبه لتصوير الفيديوهات السيلفي، فانا دلوقتي بصور على 4K 30 فريم في الثانيه في الموبايلين، هنلاقي الزاويه اوسع شويه في الاونر 200 علشان ممكن تصور فيديو 4K 30 فريم على الزاويه 0.8x تكون اوسع شويه من سامسونج، ولكن واضح طبعا ان تفاصيل الفيديو الوانه ومعالجته افضل في السامسونج عن الاونر. ده الكلام اللي انا شايفه دلوقتي على شاشه الموبايلين. عموما خلينا نشوف لما نحط الاثنين جنب بعض مين هيكون افضل ومين افضل في الثبات وفي الصوت. نروح بقى نشوف التصميم. سامسونج مميزه بالظهر الازاز المحمي بجوريلا فيكتس مع فريم معدني محترم، اما اونر فهو الظهر من الازاز عليه طبقه طلاء مصنفره علشان ما يلمش بصماته خرابيش، وعليه نقشه كده خفيفه، وللاسف الفريم بتاعه من البلاستيك. وحقيقي كفخامه خامات سامسونج يكسب طبعا، ده غير كمان ان سامسونج مقاوم للميه بشهاده محترمه IP67، انما الاونر ما فيهوش اصلا شهاده لمقاومه الميه. بصراحه سامسونج A55 قلتها كتير وهقولها تاني في الفيديو ده، من افخم الموبايلات اللي جربتها في الفئه المتوسطه من ناحيه الفخامه. حاجه كده في ايدك تحس ان انت ماشي بموبايل رائد مش موبايل متوسط، ما يتقارنش باي موبايل متوسط تاني من ناحيه الفخامه والخامات المحترمه جدا، ومش هيقدر الموضوع ده الا اللي اشترى فعلا الاي 55. ولكن طبعا مساله الفخامه مأثره على وزنه، الاي 55 وزنه 213 جرام، اتقل حبه حلوين من الاونر 200 اللي وزنه 187 جرام بس. طبعا سامسونج ادخن شويه من اونر وكمان اعرض شويه في الايد من الاونر 200. فيعني من الاخر كده، عاوز فخامه وخامات ومقاومه ميه يبقى سامسونج اي 55، عاوز موبايل خفيف وتعرف تستخدمه بايد واحده يبقى الاونر 200. ولازم تكون عارف ان الاونر 200 معاه جراب وشاحن جوه العلبه، انما السامسونج اي 55 زي كل موبايلات سامسونج لسه هتشتري شاحن وجراب وسكرين. نروح بقى نشوف الشاشات. اونر بحجم 6.7 بوصه، سامسونج بحجم 6.6 بوصه، والاثنين بثقب للسيلفي 120 هرتز. الاونر اوليد بدقه 1.5K والسامسونج سوبر اميليد بدقه فول اتش دي بلس، والاثنين داعمين للاتش دي ار 10 بلس. وحقيقي في اختلاف كبير في شكل الشاشات، لان الاونر افخم بكل تاكيد. الشاشه بتاعته تحسها 3 دي او 4 دي بارزه كده عن جسم الموبايل، لان هي كيرفد من كل حته يمين وشمال وفوق وتحت، بالاضافه لحواف قليله جدا حوالين الشاشه. فمن الاخر هتحب جدا ان انت تبص لشاشه الاونر، هتحس ان هي شاشه فخمه. ولكن على جانب الاعتماديه، فسامسونج شاشه مسطحه تماما بحواف كبيره شويه ممكن تضايقك كشكل، ولكن كاعتماديه هي اعلى. الشاشه المسطحه
مسطحه بتعرف تركب سكرينات عليها بسهوله، والحواف الكبيره لا قدر الله لو الموبايل وقع على جنب الحافه كده بتاعت الشاشه ممكن تيجي في الحته السوداء ما تجيش في الشاشه فمش هتاثر عليها. بالاضافه كمان لان سامسونج عليه طبقه حمايه جوريلا فيكتس بلس، ودي طبقه حمايه محترمه على الشاشه، اصلا مفيش اعلان رسمي عن طبقه الحمايه على شاشه الاونر 200. اما تجربه الشاشه من ناحيه الفيديوهات والالوان، فالشاشتين يا جماعه ممتازين جدا، درجه الوان مشبعه حلوه مظبوطه عينك تحب تشوفها. وانا عاوز اقول لك على حاجه، كل موبايلات الفئه المتوسطه العليا اللي بجربها دلوقتي مساله الشاشه دي خلاص بنعديها، لان الالوان بتكون كويسه، تجربه الفيديوهات بتكون محترمه، الموبايلات بتكون داعمه لل HDR 10 بلس بدون اي مشاكل. خلينا نعدي النقطه دي. طبعا دقه الشاشه اعلى في الاونر، هتحسسك ان كواليتي الشاشه احسن شويه من A55، ولكن بصراحه الفرق ما بين ال 1.5K والفول اتش دي مش كبير، يعني محتاج ان انت عينك تكون ثاقبه علشان تاخد بالك من الفرق. ولكن لو عينك بتوجعك من الشاشات الاموليد او الاوليد، فشاشه الاونر هتكون اريح بالنسبه لك، عشان هي بمعدل تعتيم 3840 هرتز، وده احسن بمراحل من السامسونج A55. ولكن لو عاوز الحق، انا عيني ما بتوجعنيش من الشاشات الاموليد فمش هقدر الاحظ الفرق ده. بالنسبه للسطوع الفعلي تحت الشمس، فبعيدا عن الارقام اركنها على جنب خالص، الشاشتين ممتازين جدا. يمكن الاي 55 من احسن موبايلات الفئه المتوسطه من ناحيه السطوع الفعلي تحت الشمس، الاونر 200 ما يقلش اي حاجه عنه، سادد قصاده، منور، ما فيهوش اي مشكله. في نقطه كمان، بيفضل منور او ساطع فتره اطول من الاي 55 اللي بيسخن بسرعه لو الجو حر وتلاقي اضاءه الشاشه قلت شويه. نروح بقى نشوف الاداء. سامسونج بمعالج اكزينوس 1480 تكنولوجيا 4 نانو، والاونر بمعالج سناب دراجون 7 جين 3 تكنولوجيا 4 نانو، والموبايلين شغالين بذاكره تخزين من النوع السريع اليوف اس 3.1. سامسونج ب 8 جيجا رام حقيقيين، اونر ب 12 جيجا رام حقيقيين. بصوا ارقام برامج الاختبارات اللي بعملها دايما على الموبايلات، لقيت ان سامسونج واونر قريبين من بعض في برنامجين، ولكن في برنامج تاني السناب دراجون 7 جين 3 اعلى شويه في الارقام من السامسونج اي 55. سيبكم بقى من الارقام بتاعه برامج الاختبارات، خلينا نتكلم في تجربه الفعليه. انا عاوز اقول لك ان سامسونج عامله سحر في الواجهه بتاعتها بفضل الاوتوميزيشن القوي بتاع الواجهه مع معالجات اكزينوس اللي هي مصنعاها. انا عارف ان انت ممكن تكون مش بتحب معالجات اكزينوس عشان واخد عنها باك جراوند وحش، ولكن انا جربت الاي 55 كتير واقدر احكم فعليا على تجربه المعالج الاكزينوس الجديد اللي موجود فيه. تجربه كويسه جدا، وسرعه فتح البرامج فيه خرافيه، تسد مع اي موبايل متوسط او اعلى كمان بمعالجات اعلى. ما تفهمش ازاي سامسونج سريعه جدا في سرعه فتح البرامج، وده مش تقليل من اونر 200 اللي يعني بيجري في سرعه فتح البرامج. يمكن عجز سامسونج بيبان في سرعه فتح البرامج المفتوحه في الخلفيه، هتلاقي الاونر 200 انشط حبه حلوين من السامسونج اي 55. فيعني انا مش هقدر ادي نقطه لواحد فيهم في سرعه التعامل في الواجهه، الاثنين ممتازين جدا بالنسبه لاي مستخدم متوسط او فوق متوسط مش هيحس باي ازمه سواء اشتروا الاي 55 او الاونر 200. ولكن النقطه اللي هتحس بيها على طول موضوع السخونه، سامسونج بيسخن اسرع واكتر بسبب المعالج الاكزينوس وبسبب الفريم المعدني. الفريم المعدني مع المعالج الاكزينوس خانقين الموبايل، الموبايل بيسخن اسرع من الاونر 200. السامسونج مش بيولع نار عشان ما تفهمنيش غلط، ولكن لو بنقارن فاونر 200 اهدى بكتير في موضوع السخونه. بالنسبه لبابجي فهي شغاله على 60 فريم في الموبايلين، مش اعلى من كده، ده اخر المعالجات اللي هنا. لو عاوز تلعب على فريم ريت اعلى بنفس السعر ما تزودش المبلغ عن الفئه المتوسطه والفئه المتوسطه العليا، فانت محتاج موبايلات تكون مركزه على المعالج اكتر من الكاميرات، لان الموبايلات دي مميزه في جزئيه الكاميرات. بصمه الموبايلين تحت الشاشه، وكالعاده اونر اسرع في البصمه من سامسونج. الموبايلين فيهم ان اف سي، فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه، والاونر 200 فيه سنسور اي ار، انما السامسونج ما فيهوش السنسور ده. فيهم خاصيه الاولوز اون سبلاي، ولكن في فرق. الاولوز اون سبلاي على اونر بيعرض الباك جراوند كامله بالاشعارات لما تجيلك، ولكن مش بيفضل شغال على طول، لازم تدوس دوسه على الشاشه علشان تشوف الاشعارات اللي جات لك. انما الاي 55 مش بيظهر الباك جراوند كلها، جزء منها، ولكن تقدر ان انت تشغل الاولوز اون ديسبلاي على طول. الموبايلين طبعا شغالين على احدث نظام تشغيل اندرويد 14، وبالمناسبه الاونر 200 عليه خدمات جوجل بشكل رسمي، عشان انا قلتها قبل كده ولسه عارف برده، فما تقلقوش من النقطه دي. ولكن سامسونج متفوقه طبعا في عدد سنين تحديثات اندرويد اكتر، والتحديثات طبعا اسرع في سامسونج من اي شركه منافسه في الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه او الفلاج شيب. فعلا سامسونج مميزه جدا جدا في موضوع التحديثات. بالنسبه للصوت فالاثنين صوتهم ستيريو، خلينا كده نسمع الصوت سوا. ده الاي 55 والاونر 200 برو بينافس
بينافس في فئه اغلى فئه الفلاجشيب كيلر. الموبايلين في ما بينهم حاجات مشتركه بس في حاجات اكتر، زي المعالج الاقوى ودعم شحن وايرلس سريع وكمان كاميرا خلفيه اقوى. بصوا هو السامسونج البيز بتاعه احسن، ولكن كدرجه علو صوت الاونر يكسب، خصوصا ان هو في درجه تعليه صوت 200% من غير ما تقلل الجوده، فبتديك درجه علو صوت اعلى، ولكن كقوه بيز السامسونج يكسب. سنسور التقارب سوفت وير في سامسونج وشغال مقبول، وفي الاونر 200 الترا ساوند وشغال برده مقبول، جربته يعني مفيش ازمه في الموبايلين من ناحيه سنسور التقارب. اما شبكات الاتصال والواي فاي، الاي 55 انا اكدت قبل كده ان هو في تحسن عن كل موبايلات سامسونج الفئه المتوسطه في جزئيه الشبكات، ولكن الاونر 200 مميز جدا في شبكات الاتصال والواي فاي، احسن حبه حلوين من الاي 55. ولما نتكلم بقى عن الشبكات والاتصال، فميزه الاي سيم لو اشتغل في يوم من الايام موجوده على موبايلات الاي 55 الضمان الدولي مش المحلي، انما الاونر 200 سواء اشتريته ضمان محلي ضمان دولي فهتلاقي ميزه الاي سيم موجوده فيه، وتقريبا ده اول موبايل متوسط اجربه الاقي فيه ميزه الاي سيم بعد السامسونج اي 55. ونختم بالبطاريات، الاي 55 5000، الاونر 200 5200، الاثنين ممتازين من ناحيه البطاريه، هيكملوا معاك تقريبا 8 ساعات شاشه مفتوحه من الاستخدام المتوسط، ولكن الاونر 200 ممكن يزيد نص ساعه او ساعه سكرين اون تايم، يعني مش فرق كبير، ولكن البطاريه احسن حاجه بسيطه. ولكن على مستوى سرعه الشحن فالاونر 200 احسن بمراحل، مع شاحن 100 واط جوه العلبه بيشحن البطاريه بالكامل في اقل من ساعه الا ربع، انما الاي 55 معهوش شاحن اخره 25 واط، ولما تشتري شاحن 25 واط هتلاقيه بيشحن تقريبا في ساعه وربع. بالنسبه للاسعار، سيبك من النسخه ال 128 في الاي 55 عشان انا ما برشحهاش، ما تشتريش موبايل فئه متوسطه عليا 128 جيجا مش هيكفيك سنه قدام. النسخه ال 256 جيجا من الاي 55 موجود منه نسختين، الدولي 256 جيجا 8 جيجا رام بسعره 16000 او اقل، والمحلي لنفس النسخه سعره حوالي 17-18000 جنيه، وينفع تركب شريحتين اتصال او شريحه وكارت ميموري. انما الاونر 200 موجود منه نسختين، ال 256 جيجا و12 جيجا رام ب 20000 جنيه، ال 512 جيجا و12 جيجا رام ب 22000 جنيه، ضمان محلي وفي هدايا موجوده لفتره محدوده، تختار ساعه او سماعه، ينفع تركب شريحتين اتصال، ما ينفعش تركب كارت ميموري. رايي النهائي، الاونر 200 موبايل مميز جدا في الفئه المتوسطه العليا، منافس ممتاز في الكاميرا، قدرات التصوير بتاعته اقوى خصوصا في البورتريه، ستايلات تلوين جامده، مع وجود عدسه تليفوتو كويسه جدا بقدرات زوم اعلى، حقيقي موبايل جامد جدا في الكاميرا يعتمد عليه اي حد، لو مسك الموبايل ده في ايده هيقدر يطلع صور جامده من غير ما يكون محترف، مع معالج محترم من كوالكوم متوازن ما بين الاداء والسخونه واستهلاك البطاريه، مع 12 جيجا رام حقيقيين، شبكات كويسه، بصمه سريعه، شحن سريع 100 واط، والشاحن والجراب جايين جوه علبه الموبايل، مع شاشه شكلها فخم جدا في الفئه السعريه بتاعته براحه افضل للعين. موبايل فعلا عيوبه قليله جدا، ولكن مشكلته الوحيده ان سعره اغلى حبتين من السامسونج اي 55. الموبايل اللي نازل بقاله فتره وبرشحه وناس كتير اشتريته، وانت ممكن تكون بتتفرج عليها دلوقتي واشتريته، هو مازال ارخص من الاونر 200 حتى بعد ما تشتري الاكسسوارات الجراب والشاحن والسكرينه، مازال مميز جدا في التصميم من ناحيه فخامه الخامات والماسكه ومقاومه الميه، شاشه اعتماديه جدا مسطحه عليها اعلى حمايه موجوده، تصوير 1 اكس متوازن بالكاميرا الخلفيه مش هيضايقك، وتصوير فيديو سيلفي محترم جدا. وطبعا النقطه الاهم لسامسونج هي التحديثات والدعم لسنين اكتر، ولكن طبعا ينقصه قدرات البورتريه الاقوى، قدرات الزوم الاكتر اللي موجوده في الاونر، سرعه البصمه والشحن مش افضل حاجه، واخر حاجه المعالج بتاعه كويس ولكنه بيسخن اسرع من الاونر. وبالمناسبه لو انت بتسال عن الفيفو في 30 موقفه ايه بالنسبه للموبايلات دي، فاحب اقول لك اتقل، لان الاصدار الجديد الفيفو في 40 انا بجربه دلوقتي ومراجعته قريب ان شاء الله، واحب اقول لك ان الموبايل ده عيوبه قليله قوي وكاميراته جامده جدا برضو زي الاونر 200. دلوقتي انا احب اشكرك جدا لان احنا كده خلصنا المقارنه، انا خلصت كل الكلام اللي عندي، مستني بقى الكلام منك، مستني كده بعد ما شفت المقارنه دي كلها، لو هتشتري موبايل في الفئه المتوسطه العليا هتوفر وتجيب الاي 55 ولا هتزود وتجيب الاونر 200؟ انا مش هقول لك طبعا روح اشتري واحد فيهم لان ده تحيز اتجاه حاجه معينه، انا عرضت لك كل حاجه ومستني ان انا اشوف رايك، اشوف اراء المستخدمين، اشوف اللي جرب ده واللي جرب ده رايه ايه، رايه زيي ولا رايه مختلف، علشان الاراء دي هي
اللي بتبني في الاخر قرار شراء سليم لاي واحد من الناس اللي عاوزه تشتري موبايل جديد. معلش لو طولت عليكم اعتذر جدا. اكيد دلوقتي تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل عملتش في الاول وتكتب لي كومنت ما تنساش، وتتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، فعل زر الجرس اللي جنبه علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل، سلام.